سيلي ونيتي طفلتين عايشين في مزرعة باباهم ومامتهم، لكن عندهم أب سيء جدا بيعتدي على بنته الكبيرة سيلي لدرجة إن البنت حملت منه مرتين، وفي كل مرة بياخد منها الطفل بعد ما بتولد. وبعد ما مامتهم ماتت الوضع ساء أكتر، بدأ يتحول تركيزه من على سيلي واللي عندها 14 سنة لأختها الصغيرة. وفي يوم وصل على بيتهم السيد إلبرت، مزارع غني وأب لثلاث أطفال وزوجته متوفية، كان عايز يتجوز البنت الصغيرة اللي عندها 13 سنة. الأب رفض إنها تخرج من البيت وقال له خد سيلي، واللي كان عايز يخلص منها. فعلا إلبرت اتجوز سيلي رغم إنه شايفها قبيحة جدا، وكان استقبال ولاده ليها مش أقل من سوء حياتها اللي كانت عايشها قبل كده. أولاده التلاتة ضربوها بالحجارة وكانوا سبب في جرح رأسها، والأسوأ من كده إن الزوج ما بيحبهاش واخدها خدامة ليه ولولاده، واللي بدأت معاناتها فعلا في بيت قذر جدا. ورغم سنها الصغير لكن قدرت تهتم بالبيت وكمان بالأولاد. زوجها كان بيتعامل معاها بمنتهى القسوة ودايما بيضربها على أي سبب، وما كانش بيتردد أبدا إن هو يقول لها قد إيه أنت قبيحة وهو بيلمسها. ورغم كده البنت عايشة ومستحملة. بالصدفة وهي في السوق شافت بنتها وعرفتها، الطفلة واللي بقى عندها 7 شهور عرفتها من عينيها، واللي تبناها رجل دين وزوجته كان نفسها تلمسها لكن حتى ما تقدرش تقول إنها بنتها. ولما رجعت لبيت جوزها لقت أختها نيتي موجودة هناك. البنت اللي هربت من بيت باباها قررت ما تسلمش جسمها للأب، قالت لأختها ما تبقيش ضعيفة كده وما تخلوش هو وولاده يعاملوكي بالشكل السيء ده. لكن سيلي فعلا مستسلمة وأضعف من إنها ترفض المعاملة السيئة، حتى إنها عرفت إن جوزها بيحاول يتحرش بأختها وبرضه ساكتة. لكن نيتي غيرها خالص، رفضت إن زوج أختها يلمسها حتى إن هي ضربته، وكان رد فعل الزوج سيء جدا طردها من بيته. الأختين افترقوا لكن كان في وعد بينهم طول ما هم فيهم الروح يبقى مفيش حاجة هتفرقهم. وبيتي قررت تبعد خالص لكن على وعد لأختها إنها هترسلها باستمرار، قالت لها لو وقفت الرسائل في يوم من الأيام اعرفي إن أنا مت. مر وقت طويل لكن مفيش ولا رسالة وصلت من أختها. سيلي اتأكدت إن أختها ماتت لأنها وعدتها إن مفيش حاجة تفرق بينهم إلا الموت. في الوقت ده جوزها قال لها ممنوع تلمسي صندوق البريد خالص. مرت سنين وسيلي بقت واحدة مختلفة وكأنها مش حاسة باللي حواليها، ضرب وإهانة وخدمة في البيت وهي مستسلمة وراضية. في الوقت ده ابن جوزها هاربو اتعرف على صوفيا اللي كانت حامل منه، لكن صوفيا شخصية قوية جدا ما بتسمحش لحد يقلل من شأنها. وطبعا ده ما عجبش إلبرت لأنه مش متعود على النوع ده من الستات في حياته. لكن ابنه وصوفيا اتجوزوا فعلا رغم رفضه وعاشوا سنين مع بعض، وصوفيا فعلا مسيطرة على حياتها الزوجية والكل واخد باله إن هاربو مش قادر عليها. علشان كده بدأ اللي حواليه ينصحوه إن هو يضربها وإن ده الحل الوحيد علشان يسيطر عليها. والغريبة إن سيلي كمان قالت له في كلمة واحدة اضربها، لأن هي كمان ما تعرفش غير المعاملة دي من الزوج، شايفة إن ده الطبيعي وما شافتش غيره. مامتها كانت بتتضرب من جوزها وهي كمان لما دخلت بيت كانت بتتضرب. فعلا هاربو حاول يضرب صوفيا لكن كانت النتيجة إن هي اللي ضربته وكمان انتصرت عليه. ومش كده وبس، كمان راحت لسيلي وكانت عصبية جدا، قالت لها إنها عاشت طول عمرها علشان تحمي نفسها من أبوها وعمها وكمان أخوها، لكن ما كانتش تتصوره أبدا إنها تكمل حياتها بالشكل ده وتعيش كمان في بيتها علشان تدافع عن نفسها من الضرب. صوفيا قالت لها بمنتهى القوة إنها بتحب جوزها لكن لو فكر يمد إيده عليها إنها هتقتله. واستمرت الحياة بينهم هما الاتنين بشكل سيء جدا، هو بيحاول ينهي على قوتها ويضربها، وصوفيا مش هتتنازل أبدا وتخلي حد يضربها، علشان كده بترد له الضرب اللي بيضربه لها بضرب زيه. صوفيا زهقت وقررت تمشي، مش عايزة تعيش الحياة بالشكل ده، كانت تتمنى ما تعيش تدافع عن نفسها من الضرب. واخدت أولادها التلاتة ومشيت من البيت، لكن سيلي عكسها راضية ومكملة في بيت جوزها رغم إن الأمور كلها بتسوء، وخاصة بعد ما جاب عشيقته شوغ المغنية على بيته اللي أول ما شافت سيلي ضحكت قالت لها قد إيه أنت قبيحة. كان إلبرت بيخدم عشيقته وكمان بيطبخ لها لأول مرة في حياته، وكانت سيلي مستسلمة وبتتفرج عليه حتى إنها كانت بتساعده وعملت ليها أكل وكمان اهتمت بيها وهي مريضة لغاية ما استعادت صحتها. وإلبرت في المزرعة بنى بار علشان عشيقته تغني فيه، كان عايزها تفضل جنبه طول الوقت. شوغ كانت ممتنة جدا لسيلي لأنها خدمت
لعمتها وهي مريضة، اعتذرت ليها إنها قالت لها إن هي قبيحة في يوم من الأيام، وقالت لها إن أنت عندك أجمل ابتسامة، علشان كده لما تضحكي اوعي تداري بإيديكي ضحكتك. ولما جه ميعاد سفر شو كانت سيلي حزينة جدا، لأن عارفة إن جوزها إلبرت هيضربها لما ما تكونش هي موجودة، ولأنها متأكدة إن هو بيكرهها كزوجة وكان يتمنى يعيش مع شو مش معاها هي. في الوقت ده صوفيا فعلا قدرت تكمل حياتها لوحدها وربت أولادها من غير جوزها، لكن لأنها كانت بترفض الإهانة شتمت زوجة رئيس البلدية لما طلبت منها أنها تشتغل عندها عاملة في البيت، حتى أنها ضربت رئيس البلدية نفسه لما ضربها بالقلم، واللي اتعصب منها جدا وكان سبب في سجنها وتفريقها عن أولادها. مرت 8 سنين وخرجت صوفيا من السجن، لكن كانت واحدة تانية خالص. التعذيب اللي حصل لها جوه السجن عمل لها عاهة في عينيها وكمان رجليها، ورئيس البلدية علشان يكمل إهانته ليها شغلها عاملة عند زوجته واللي رفضت من سنين تشتغل عندها، لكن خلاص هي اتغيرت واستسلمت. وبعد كده رجعت شغل من جديد على المزرعة، لكن المرة دي مع جوزها. كان إلبرت حزين جدا لما عرف إنها اتجوزت وسابته، لكن سيلي كانت بتحبها واستقبلتها كويس جدا. وبالصدفة شوق فتحت البريد ولقت رسالة جوه البريد لسيلي، وعرفت إنها من أختها نيتي. سيلي كانت واقفة مش مصدقة إن أختها لسه عايشة، وعرفت إنها كمان كانت بترسلها طول السنين اللي فاتت، وهي كانت متأكدة إن الرسائل ما بتوصلهاش، لكن كانت هتفضل تكتب على أمل إن في يوم من الأيام تقرأ رسالتها. شو ساعدت سيلي إنها تدور على باقي الرسائل القديمة، وفعلا الاتنين لقوها، وكانت المفاجأة ليها إن أختها عايشة مع أولادها. قالت لها إن أولادك جمال جدا وتربوا أحسن تربية، وعدتها إنها في يوم من الأيام هترجع ليها هي وولادها. قالت لها إن أوراق الهجرة مش قادرة أخلصها، لكن أول ما هتخلص هجيلك على طول. سيلي كانت طول الوقت بتقرأ الرسائل، وكأن الروح رجعت ليها من جديد بعد ما كانت الحياة قست عليها وما شافتش يوم سعيد، بقى عندها أمل إنها تفرح من جديد. وفي ليلة الميلاد كان كل العيلة متجمعة. شو قالت لإلبرت إنها متشكرة جدا على استضافته ليها، قالت له إنها خلاص هتسافر تاني، لكن المرة دي هتاخد معاها سيلي. إلبرت مش مصدق اللي بيسمعه، قال لها على جثتي إنها تطلع من هنا. سيلي سنين من الصمت أخيرا قررت تتكلم، واللي قالت له في منتهى الهدوء إن أنت سافل وجي الوقت اللي أنا لازم أهجرك فيه وأطلع علشان أشوف العالم. بابا اللي قال لها ما تتكلميش كده مع ابني، لكن سيلي ما سكتتش، قالت له هو علشان ابنك طلع بالشكل ده سيء زيك بالظبط. إلبرت كان بيضحك مش مصدق، لكن هي قالت له ان انت من سنين فرقت بيني وبين اختي الوحيده اللي حبتني في الدنيا. قالت له كمان اختي هترجع هي واولادي الاثنين. إلبرت ضحك تاني، لكن المرة دي بدأ يفهم إنها بتتكلم جد، وده لما قالت له إن أولادي عايشين في أفريقيا وتعلموا والاتنين بيشموا هوا نضيف بعيد عنك. قالت له كمان إن أولادي بقوا أفضل من أولادك اللي انت فشلت في تربيتهم، ولما ابنه اتغاظ وحاول يسكتها قالت له انت السبب اللي حصل لصوفيا، محاولاتك المستمرة اللي انت تسيطر عليها، ولما لقيتها زوجة قوية ما عجبكش قوتها، كنتوا عايزينها تبقى زي ضعيفة ومستسلمة. بصت لهم وقالت لهم إن الرجالة اللي كانوا في حياتي كلهم قذرين. صوفيا واللي من ساعة ما خرجت من السجن وهي مكسورة ما رجعهاش لطبيعتها غير كلام سيلي، ضحكت وقالت لهم الحياة بدأت تحلو من جديد وإن هي خلاص رجعت ومش هتبقى ضعيفة تاني. وقالت لصوفيا أنا أكتر واحدة حاسة بيكي لأني كنت في سجن شبه السجن اللي انت كنت عايشة فيه. إلبرت وقف وحاول يسيطر عليها من جديد، قال لها انت سودة قبيحة وفقيرة وضعيفة ومحدش هيبص في وشك لو خرجتي من هنا، وكمان ما بتعرفيش تتكلمي ومش هتلاقي حاجة تشتغليها وهترجعي على هنا تاني. لكن سيلي خلاص اتحررت من خوفها وضعفها، مش ممكن تستسلم تاني، وقفت قدامه وقررت انها تبعد عن الحياة اللي هي عايشاها واللي ما شافتش فيها غير كل عذاب وقهر. هو بيبص عليها ومش مصدق، حتى حاول يرجعها ويضربها، لكن هي لأول مرة في حياتها وقفته ورفعت ايديها وقالت له اياك تمد ايدك عليا تاني. ركبت العربية قدامه ومشيت، وهي ماشية قالت له يمكن انا قبيحة وسودة وفقيرة لكن انا موجودة. مرت سنين وإلبرت الكل مشي وسابه حتى أولاده، وبقى عايش وحيد وفي بيت قذر جدا. ولما دخل عليه باباه نصحه إن هو يتجوز بنت عندها 13 سنة علشان تخدمه. وفي يوم رجعت سيلي تاني على المزرعة علشان تحضر جنازة باباها، واللي عرفت من أيام بسيطة إن هو مش أبوها الحقيقي، عاشت سنين معاه وهي ما تعرفش إن هو جوز مامتها واللي استولى على أملاك مامتها كلها وأساء معاملتها هي وأختها.
وبعد كده رجعت على المزرعة اللي اتولدت فيها بعد ما مات زوج أمها، رجع ليها حقها وحق أختها، الحق اللي استولى عليه أول راجل عرفته في حياتها وكان أسوأ مثال للرجولة. لكن سيلي خلاص قدرت تستعيد حياتها، حتى إنها فتحت محل الأزياء جوه المزرعة. وإلبرت اللي بقى ضايع استلم آخر رسالة من نيتي لأختها. في الوقت ده دخل وكسر الصندوق اللي شايل فيه الفلوس وقدر يساعد أختها إنها ترجع ليها تاني. كان بيحاول يعتذر لسيلي على سنين من عذابه ليها، وفعلا اجتمعت الأختين بعد سنين من الفراق. رجعت نيني ومعاها أولاد سيلي الاتنين، واللي لمسوا أمهم لأول مرة في حياتهم وحياتها هي كمان. سيلي كانت طفلة ضعيفة جدا ما قدرتش تقاوم، ودخلت في دوامة العنف من الرجالة في حياتها. استسلمت، لكن أول مرة قاومت قدرت تنتصر وتستعيد حياتها من جديد. لو لقوكي ضعيفة هيستغلوكي، ولو لقوكي قوية هيحاولوا يكسروكي. اوعي تستسلمي للعنف الجنسي من أي شخص. اعرفي إن جسمك ملكك لوحدك، أنت أقوى من أي واحد يحاول ياخد روحك الجميلة. قومي، اصرخي، اكسري، افضحي، ولو اتنازلتي عن حقك مرة استعدي لرحلة طويلة من الذل. ما تخليش حد على وجه الأرض ياخد منك فرحتك. ومش كفاية إنك تكوني عايشة، لأ، لازم تكوني مسيطرة على حياتك ومحافظة على كرامتك. اطردي من حياتك أي حد يفكر مجرد التفكير إنه يذلك. عيشي اللي جاي وانسي الماضي، لكن اوعي تنسي الدرس.